كزوز إبراهيم، عضو المكتب المحلي لحزب الاشتراكي الموحد. إذن كيشتي هذا اللقاء اليوم هنا بفندق جنان الفضلاء بالمحمدية؟ ومبادرة طيبة، وكنتمنى أنها توسع وتكرر عدة مرات وتنفتح وتزيد تقدم، لا في طرح المواضيع ولا في طرح الأسئلة ولا في هذا، باش يكون التواصل أحسن، وباش أيضا يكون مدقق، لأن جمع كثير من الأشياء في مدة قصيرة يعني ما كتكونش استفادة جيدة. إذن أشنو هو الاستعداد ديال الحزب ديالكم للانتخابات الجماعية والجهوية القادمة هنا بالمحمدية؟ واحنا كنعملوا مجهودنا، غادي نقدموا لائحتنا بطبيعة الحال، غادي نديروا حملتنا بالطريقة المعتادة النظيفة، ما عندنا فلوس، ما عندنا علاقات، ما كان نوعدوا شي واحد نشغلوه ولا نرشيوه ولا نجوجوه. عندكم برنامج واضح؟ ما بالطبيعة. وإلا كانوا الفلوس؟ ها؟ إلا كانوا الفلوس؟ كيفاش تكون الحملة؟ لا، هي غادي تكون بنفس الطريقة، غير ما غاديش تكون عندنا صعوبات التمويل. هذا هو اللي يعني الفلوس يلا غادي يحلوا لنا إشكالية تمويل الحملة. أكثر من هذا الشيء راه يعني حتى اللي كيمشيو معنا وهذا راه غير تطوعيا، حتى السندويتش ديالو كيشريه لراسو. بارك الله فيك، شكرا. شكرا.